لايك أو جادور تقدر تكون مصيرية في علاقة أي شخص كيف ما كان عادي أو مشهور. وهادشي اللي طرا الفريد ورباب اللي قدروا يوليو أسرة بسبب رسالة إلكترونية صغيرة. شنو أكثر حاجة كتعجبك في فريد؟ كيعجبني فيه كلشي، زعما ما كنفضلش شي حاجة في الطبيعة ديالو. كأحسن حاجة كيعجبني حيت حنين، وفي الشكل كيعجبني حيت سبيسيال. وهي كتقول لي أنت كتعجبني حيت فيك الحنانة، وكيعجب التواضع ديالي، كيعجب بزاف د الحوايج. شنو الحاجة اللي كتعصبك في فريد؟ حاجة كتعصبني فيه بعض المرات ما كيتقبلش ما كتقول له مثلا شي حاجه، بحال اللي ما كيتقبلش علاش قلتيها له. الحاجه اللي كنديرها كنعصبها هو ملي كنسمح في حقي بزاف. كتقولي علاش كنسمح في حقك بزاف؟ شنو الاكله اللي كتعجب فريد؟ هو كتعجبو لا كويزين ايطاليان بزاف. كيعجبني بزاف لا كويزين ايطاليان، كدير سورتو بحال لي بات ولا شي حاجه بطريقه ديالها هي، كيعجبوني بزاف. شنو ستايل ديال اللباس اللي كيعجبو تلبسيه؟ هو كيعجبو سبور بزاف، وكيعجبو ملي ما كنكونش عامله الميكاب، وهادشي اللي كيعجبو. انا كيعجبني تكون سامبل سبور، هكا كيعجبني تكون سامبل. ما كيعجبنيش انا بزاف الماكياج وداكشي، واخا حتى هو تيجي زوين، ولكن انا ملي كنبغي نشوف مرتي كنبغي نشوفها بلا ماكياج، حيت انا هي زوينه بلا ماكياج. شحال من مره كتعيطي لراجلك ملي كيكون مسافر؟ اذا كنت مشغوله ما كنعيطلوش، كيكون كل واحد ساهي في العالم ديالو. واذا كنت ما مشغوله شي خصني نقدر نوصل معايا توحش له، ماشي زعما لا نغير ولا لا، توحش له صافي. ماشي بزاف، عادي جوج مرات كاع ولا الا ما جاوبتهاش كتعرفني راه خدام، حتى كنعاود نعيط لها عادي. واش كتغيري بزاف؟ غير هاد البنات زعما كنت الغيره في الاول قبل ما نتزوجوا، حيت كاين بزاف الانواع ديال البنات اللي تعرفتي كيعرفوك مع شي واحد في لونغاجمون زعما سيريو، كيبقاو انه شي حركات بشكل سورتو كان باقي ما بيناتنا حتى شي حاجه اوفيسيال، كتجينا اون فوا صافي جوجنا، ما سبحان الله داك الثقه اللي اكتسبت فيه ما بقاش المجال للغيره. مرتي انا كتغير، ولكن كتغير ديك الغيره الزوينه، ماشي كتغيره اللي ديال المرضيه ولا شي حاجه. كاي مره كتحب الراجل ديالها وكتحترمو وتتحسبو ديالها سي نورمال تغير عليه، بالعكس عادي. اول نهار تلاقيتو؟ جو صراحه تلاقينا في لانيفيرسير ديالو، اول مره غنشوفو كان لانيفيرسير ديالو وكان النهار. كيفاش بدات علاقتكم؟ لا المغرب كامل عارف المبادره جات من عندي، لان كنت رسمتو ومن تما بدا الكونتاك، كان باقي في دافوس وصافي. ملي رجعنا للمغرب كنا كنهضروا في الواتساب، واول مره تقربنا من بعضنا فواحد ليفينمون في تطوان، كان هو لاستار ديال السواري. شنو عجبك في رباب؟ هي من النهار اللي شفتها وانا نبغيها صراحه، ما بغاتني هي في الاول في الاول في الاول في الاول في الاول كان حب زوين. لا في الاول صراحه كانت داك نظره الاعجاب من طرفين، هي صراحه كانت من دوك الطابلوات ودوك الرسومات كانوا عجبوني، وملي هضرت معها عجبني الفكر ديالها والطريقه تاعها، ملي تلاقيت معها بدا داك كيتنمى فينا داك الشيء الحمد لله من الطرفين. كيفاش اقترحتي على رباب الزواج؟ كيجيك الجو رومانسي ولا لا؟ اول مره باش نهضر معايا في الزواج كنت مشى مسافره لفرنسا، وكان قال لي فين نتينا نشوفك، كنت نازله في واحد لوطيل وجلسنا وهضرنا وصافي، بدا كيقول لي زعما انا باباك الله يعمرها دار، حيت بابا فان ديالو كان جا عندنا الدار وداكشي، قال لي زعما انا ما بغيتش ندخل بالتفليه ولا هذا، باباك عزيز عليا ما كرهش شي حاجه ديال المعقول. صافي مشيت سيمانه في فرنسا وانا باقا كنقول واش كنحلم واش كن ما كانت باغي اصلا الضبابه وداكشي، يعني جا داكشي بحال شي حلامه، مع الحلامه كنعرفوها بلا الوان، وهداك باغي كتجيني فيها الغمه. انا كنت كنفكر في داكشي كنقول شنو هذا، صافي هكذا ما عرفتش واش نفرح ولا نطيق ولا نكذب. امتى عرفتي راسك كتبغي فريد؟ شوف هو في الاول كانت المعزه، كانت واحد المعزه كبيره بحال شي ولدي بحال شي خاي، يعني ما كانش عنده علاقه داكشي ب الحب. مني كان في دو فويس يعني انا كنقولها دائما لو كانت بنت بنفس القصه ديالو كانت تكون نفس المعزه نفس الشيء، ولكن ملي تلاقينا قلت كيفاش هاد الزواج انا سيدي، يعني جبرت اوتوماتيك ما جبرت سي كنبغي، ما يمكنش شي وحده ما تبغيش. هو واحد الانسان كيقدر المراه كيتعامل معها مزيان، حنين ظريف وخالوق، اي مره كتسمنه. ما تخلعتوش من فكره الخطبه والزواج؟ جاوب السؤال اللي لك. سؤالي لله، بالعكس هو كان شويه ماشي التردد، ولكن كنا كنفكروا بيان سور لا بير ديال لانكون، وكنا كنبغيو بعضياتنا بزاف، وبيان سور كتعرفي بان لو ميتي ديال الميوزيسيان ولا ديال الارتيست واحد لو ميتي اللي صعيب، ولكن راه باب قالت لي انا معاك حتى الموت، وزعما مستعده نعيش معاك في هذوك المغامره ونعيش معاك هذاك الدومين ديالك، والحمد لله دابا راه ولفات ولا حتى هي بنت الدومين حتى هي، عندها لي فان ولا عندها
عاودوا لينا على نهار الخطبه. وباقي كنتذكر هذاك النهار زوين، كنا عمرنا واحد البريري ديال اتاي وانا اللي عمرته بيدي، وقال لك اتاي زوين عجبو متاي، وبقينا كنضحكوا عليه الطعمير معاك، كنبدا نخلف ونقلب ونشقلب، حنا في الجنوب كنبدا نخلفوا بزاف اتاي، هما في الشمال لا صافي بداو كنبدا نديروا ديك التخليفه قلب وشقلب كما تنقول. هذه هي الذكرى اللي بقات عندي بزاف. حنا في الاول كانت خطبه سريه، يعني بقينا اكثر من عام وحنايا ما كنقولوا حتى شي واحد، ما كنبارطاجيوش لي فوتو في لي ريزو سوسيو، حتى حد ما عرفنا اونصل من غير بابا وماما وعائلته، حتى حد ما عرفها اونصل، حتى العائله زعما كلشي حتى قرب لا داد المغياج عاد ديك الساعه كلشي ساق الخبر. ما بغيناش انا اصلا معروفه عليا كتوم، ما كنهضرش بزاف. الحاجه اللي خلاتك تقولي هذا هو الراجل اللي بغيت؟ انا من نهار اللي شفت فريد شفت خالو، لان كان دائما معاه كلشي كيشوفو، فنان حتى هو، وكنوجه له تحيه من هذا المنبر. وخالو عزيز عليا بزاف، لان واحد الانسان ضحوكي، يعني كندوزو واحد الجو مزيان اونصامبل. حتى ملي تخطبنا ولا ملي جوجنا كنا اغلبيه لي زيفيلمون ولا داك كنكونوا بثلاثه بينا. دونك و ابري بيان سور تعرفت على جداتو اللي رباتو، كنحمق عليها، هي اللي السبب باش طلع هكذا المغرب كامل كيشهد بالاخلاق ديالو، لانه واحد المراه معقوله وغزاله. شنو جاب ليك في الصداق والدفوع؟ خصو يجاوب، هو يجاوب. جاوب انا، انا نجاوب ماشي مشكل. انا بعدا النسيب ديالي ماشي من داك النوع، و كيقول لك انا عندي بنتي ماشي عندي بقره ولا عندي سميتو غادي نبيع ونشري، لا بالعكس. والامبورطون عنده بيان سور درنا داكشي الواجب ضروري كيكون، ولكن ما كانوش شي شروط ليهم، بالعكس كان داكشي ربي ميسر فيه وربي يسترنا من جميع الجوانب الحمد لله. ودرنا عرس زوين والناس كلشي كيشهد كي به، وصراحه كلشي الحوايج كانوا زوينين، ما كانش زعما شي صعوبات بالعكس. كيف دا شهر العسل؟ السؤال اللي سقسيتي قبائل، يعني ملي جوجتو واش ما جاكمش داك التخوف؟ حنا داك التخوف جانا في شهر العسل. كنا كنا في العرس فرحانين، واحد الشيء واحد بحال مرفوعين. يوم فطرنا صبحنا في الاوتيل بجوج بينا جاتنا واحد الطاقه في شكل بحال كيقول لي انا عندي شي حرق هنا، وكنحس بالدوخه وكنحس براسي مغموم، وكنقول له حتى انا شكل. بقينا شي يومين وحنا في الاوتيل، يعني سورتو داك الشيء كان كيتبارطاجا بزاف في لي ريزو سوسيو، هذا كنا كنحسوا بواحد الطاقه بحال شي حاجه جابره لنا هنا، كنقول له صافي حنا جوجنا. واش حتى النهار الثالث الرابع بحال فقنا من القلبه. كيفاش كتحلوا المشاكل ديالكم؟ كنحلوا كتزرق لي عيني كتضربني. ايوا باقي زرقا كانت من فوق. اش نقول لك، لي كوبي كلهم يقدروا يعيشوا في واحد لا سيتوياسيون اللي هي صعيبه ولا هكا، ولكن عادي داك الشيء تنحاول حنايا نلقاو الحلول، وتا كنتراضوا وتا كنلقاو في الخير الحمد لله دائما الحال، وما كيكونش شي مشكل الحمد لله. ما كانوش عندنا، ما عندناش حنا شي مشاكل اللي غادي بخير اللهم لك الحمد. ما كاينش شي واحد اللي ما كيتعصب، كلشي عنده شويه، الا ما كانش بحال هي ملكة الأعصاب لنسك. هو من كتدخل شي دار كتجبر يا إما الأفراد العائلة كاملين صوتهم عالي، يا إما الأفراد العائلة كاملين صوتهم حاني. هو تربى في ديك العائلة اللي صوتهم كله حاني. حنا عائلتنا كلشي، ماما كدار أوت، بوا بابا، خواتي. أنا في الأول من كنضرب صوت عالي كيجبر الله بحالي ما كنحترموش ولا كنغوت عليه. بقى واحد المدة طويلة عاد استوعب بلي أن حنا كاملين كنهضرو هكداك، يعني واخا نكون فرحانة نجي كنهضر بالصوت عالي، أنا في هذا الديفو كنهضر بالصوت عالي. الحاجة اللي قوات علاقتكم؟ شوف هو الحمد لله العلاقة ديالنا من الأول قوية، حنا حيت تزوجنا بارامور ماشي زواج تقليدي ولا شي حاجة، هادي واحد الحاجة اللي باينة. ولكن الحاجة اللي زادت بيان سور كت لا سوغيسيغ لا كاطو هو بنتنا سمر، يعني ملي كتشوف ليها في عينيها وكتشوف شوفيها قدام كتلعب وكتعرف بأنها كتسناك في الدار، بابا ماما كتسنى أنا ملي كنجيو، هذيك هي الحاجة اللي هذيك هي اللي منورين الحياة ديالنا. نصيحتكم لكل كوبل؟ النصيحة اللي عندي زعما هي القناعة، حيت القناعة كنز مليفنا، والقناعة واحد الحاجة اللي إذا كنتي قنوعة أو لا قانوع كتبان لك السعادة في أبسط الحاجات. وبنادم اللي عينه دائما كبيره واخا جوج باغامو غتبقى عينه كبيره وغاد الطمع غادي يعمه. انا اللي غادي ننصح الدراري هو الى لقى بنت الناس مثلا اللي غتفاهم معاه وتصبر معاه ويصبروا مع بعضياتهم، راه هذيك هي الدنيا وما فيها. لان كنا كنبداو من الصفر، كنبداو ما عندناش في الاول، وكنبداو نميو راسنا بعضياتنا وكنتعاونوا مع بعضياتنا. خص غير يكون الحب، يكون الحب فريمون كتكون كتبغي الشخص، باش ماشي مزوج بيه على الفلوس ولا على الخلصه ولا على شي حاجه، خصك مزوج بيه حيت كتبغيه. تو سامبلومون الكوبل المغربي اللي كيعجبكم؟ انا نقول لك، نقول انا تقول انت كاين
كاين فؤاد ونجلة كيعجبوني، كاين سميتو عبد الله، عبد الله ومرقو سارة عبد الله كيعجبونا. كاين شكون باقي؟ كاين بزاف ديكو كيعجبونا، فاطمة خير وسعد سولي كيحمقونا حتى هما. شكون باقي؟ عمر الفاسي وهذا عمر الفاسي، فرح الفاسي وعمر لطفي، وفرح لطفي، عمر لطفي وفرح الفاسي كيعجبونا حتى هما تري بوكو. شكون باقي؟ كاين بزاف اللي صحابنا اللي قرب لينا بزاف. حنا كنهضروا على اللي عشرناهم وكنعرفوهم. كاين صاحبتي هاجر ابرده، ورشا سمر محمد، الله يمحى العرق ديالو معنا، تاهي يوتيوبرز. وسلمى هي وغوي، سلمى وغيت هي صاحبتي ستيليست بلوغز، حتى هي يغوي علاقه مزيانه. شنو تقولوا لبعضياتكم؟ اش نقول لها؟ نقول لها شكرا باسكو تو اكزيست، وكنبغيك بزاف موت بنتي سمر، الله يخليك لينا. انا كنقول لك في وجهك وفي طهرك ومع العالم كامل بان دائما كنحمد ربي ونشكره على النعمه اللي عطاني، حيت انا بالنسبه لي نعمه.